إذن بالفعل ما زالت المناطق الشمالية خاصة منها للوطن تحت تأثير تسرب هواء بارد نسبي هذه المرة، يأتينا هذه المرة دائما من الجانب الغربي للوطن أي من المحيط الأطلسي، وهو يتوجه تدريجيا نحو المناطق الغربية ثم الوسطى ثم الشرقية، تأتي مرفوقة برعود فهي أمطار رعدة نظرا لتواجدنا في تيارات جنوبية غربية. إذن هناك تلاحم الهواء البارد مع الهواء الساخن مما يؤدي إلى رعود أحيانا راح تكون معتبرة إن شاء الله يوم الاثنين خاصة على المناطق الغربية وكذلك الوسطى للوطن منها الداخلية وحتى الساحلية. نبقى إن شاء الله يوم الثلاثاء تحت تأثير هذه المرة الاضطراب الجوي نفسه، يوم الثلاثاء راح يدخل للمناطق الشمالية للوطن، راح تكون أجواء غائمة على أغلب المناطق الشمالية، غائمة مرفوقة بتساقط أمطار أحيانا تكون رعدة وتكون معتبرة محليا على أغلب المناطق الشمالية للوطن بإذن الله. سوف تستمر هذه الوضعية الجوية باستمرار الاضطراب الجوي على شمال حوض البحر الأبيض المتوسط، والتحسن إن شاء الله راح يكون تدريجي ابتداء إن شاء الله من يوم الخميس، راح يكون تحسن للطقس بمرور هذا الاضطراب الجوي وبزحفه نحو أقصى شرق البلاد. إذا هذا الاضطراب الجوي أيضا راح يخصنا يوم الثلاثاء، راح يكون مرفوق بتراجع في درجات الحرارة، إذا حذاري درجة الحرارة مرة أخرى تنخفض، إذا من 20-22 درجة راح نروحوا إلى 16 حتى 17 درجة مئوية على المناطق الشمالية، المناطق الداخلية ممكن نسجل فيها حتى 14 درجة مئوية فقط. إذا راح يزول كما قلنا تدريجيا والتحسن مرة أخرى على المناطق الغربية ابتداء من يوم الخميس بإذن الله. إذا وضعية كما ذكرت جد عادية، راح نعيش بداية شهر ماي إن شاء الله فيها أيضا تسلسل اضطرابات جوية تكون من حين لآخر متقطعة بفترات تحسن وصحو، وكما ذكرت هي تعتبر جد عادية.